يا لطيف، شو تخيلت هاللحظة؟ شو تخيلت شو ممكن قلك أول ما بتجي عيني بعينك؟ وتخيلت شو ممكن تردي؟ بس هلأ بعد ما وصلت لها ما ضل شي من اللي تخيلته. مشان هيك بسموها لحظة الحقيقة. الحقيقة؟ الحقيقة إنه أبي مات غدر برصاصة بظهره. لا يا عمتي لا، أبوكي مات من يوم اللي باعنا فيه، والرصاصة اللي قتلته صابتني هون بنص قلبي. بس أبي اللي صار تحت التراب وانتي اللي واقفة قدام، هذا فرد أخوكي يلي كان معه لما قتل غدر. هذا فرد أخوكي يلي كان معه لما قتل غدر. خلي عندك يضل يذكرك فيه. أنا ما عاد يلزمني، جربت استعمله ما قدرت. بعتذر أخذت من وقتك.